صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم. بلشينا اليوم ببالانس. كثير من الاوقات في اعتقادات نعتمدها كوقايه للسرطان او حتى خلال التريتمنت تبع الكانسر، رح نعرف من نتالي اذا هول صح بيساعدوا او بونجور ناتالي، هاي كيفك؟ ماشي الحال؟ رح كمان نتلقى اتصالات من مشاهدين اذا عندهم اي سؤال او تعليق على هذا الموضوع. رقمنا 0444444. نحن بدينا الموضوع امبارح. بالضبط بدينا الموضوع امبارح، وكنت عم بحكي تينا بس تذكر الاشخاص يمكن اللي ما كانوا عم بيتابعونا انه ما فينا نقول انه اذا عندنا نحن استعداد للاصابه بالسرطان ما لازم نعمل شيء. لا، في كثير انواع من السرطان حتى لو كان في استعداد حتى جيني للاصابه بالسرطان ممكن انه نتجنبه. اوقات فيها توصل النسبه لحديت 50% من تخفيف الريسك من الاصابه من السرطان اذا اتبعنا نمط حياه صحي ونظام غذائي اكيد صحيح. هلا بالوقت اللي بنحكي عن النظام الغذائي، وقت بنحكي عن نمط الحياه، في كثير اوقات اشياء يمكن خاصه بخصوص السرطان اعتقادات خاطئه يمكن، وخاصه وقت اللي بنحكي مثلا عن الصويا. نحن بنعرف قديش الصويا وخاصة مادة معينة اللي هي موجودة بالصويا اللي هي ايزوفلافونز أو بالأحرى الفيتوستيرول. هالفيتوستيرول هي في كتير أشخاص لأنها شبيهة كتير بالأستروجين، والدراسات فرجت أنه عند الحيوانات هالمادة هاي كانت تعلي نسبة بعض أنواع من الهرمونات وخاصة الأستروجين بالدم. ولكن الدراسات الريسنت أو الجديدة فرجت أنه الناس منهم مثل الحيوانات، بيتفاعلوا بطريقة مختلفة. والمهم أكتر من ارتفاع هالنسبة الأستروجين بالدم هي ارتفاع هالمادة هاي بالخلية، لأنه بالنهاية الخلية هي اللي عم بتتأثر إيه أو لا بالتكاثر السرطاني. فإذا استهلاك الصويا عم نحكي نحن هون كمأكولات، ما عم بحكي أنا كمكملات غذائية أو مواد فيها نسبة عالية جدا من هالفيتو أستروجين. لأنه وقت اللي بناكل صويا بناكل يمكن فول صويا، إدامامي، حليب الصويا، في كتير أشخاص ما بيشربوا حليب. يمكن كمان نطبخ الصويا، بنستعمل ناكل توفو هلأ خاصة وقت اللي عم نخفف استهلاكنا باللحمة. هيدا ما بيأثر على مشاكل الأستروجين أو أنواع السرطان اللي بتتأثر بالهرمونات، خاصة نحن عم نحكي هون عن سرطان الثدي. مشان هيك وقت اللي بنحكي عن الصويا فينا ناخد لحديت الحصتين من الصويا يوميا، وهيدي الدراسات برهنتها بدون ما يكون هيدا يأثر في أي تأثير عليها. عم بحكي أنا هون كل يوم. يعني الأشخاص اللي بيعتمدوا على هالمادة هاي كمصدر للبروتينات أو كبديل للحوم. وقت اللي بنحكي عن المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على الفيتو استروجين، هدول اكيد لازم ننتبه عليهم لانه بيحتووا على نسبه كثير اعلى من الكميه اللي موجوده بالمأكولات. وهون لازم اكيد لازم نستشير الطبيب، خاصه اذا عم نحكي عن هون سرطان الثدي، الطبيب النسائي قبل ما نحن نقرر ناخذ هالانواع. بس هو باي حال الواحد ياخذهم اصلا؟ شو بتكون هو عاده السيدات بعد المينوبوز ممكن انه يستعينوا بهالاستروجين بدائل لانه ببطل عندهم استروجين، كميه استروجين مثل قبل، واوقات بيقولوا هيدا طبيعي، معلش هيدا جاي من النبات خلينا ناخذ منه. وفي كذا ست هن لوحدهم اخذوا هالانواع من السبلمنتس لانه بالنسبه لهم هيدا شيء عادي. دونك بليز هول المكملات الغذائيه لو شو ما كانت، حتى لو كانت طبيعيه، حتى هلا رح نشوف اشياء بسيطه اكثر من هيك ممكن انه تاثر سلبا اكيد على مشاكل السرطان. دونك حكينا عن الصويا، حكينا عن النبيد الاحمر كمان. النبيد الاحمر تينا بنعرف انه بيحتوي على ماده اسمها ريزفيراترول، وهي من اهم مواد المضاده للتاكسد. ونحن بنعرف انه
وقت بنحكي عن السرطان نحكي عن نسبه عاليه من الخليه اللي بتتاكسد، وهالاكسده بتغير يمكن بجينات الخليه وبتخلي هالسرطان يكون موجود. مشان هيك نسبه الانتي اوكسيدنتس اللي بناخذها وخاصه مثلا الريزفيراترول مفيده للاشخاص اللي عندهم بهمهم انه يحسنوا من نسبه الانتي اوكسيدان باكلهم. ولكن وقت اللي بناخذ نبيد احنا ما عم ناخذ بس ريزفيراترول، عم ناخذ كمان الكول. والالكول الدراسات فرجت انه عند السيدات ما لازم تتعدى استهلاكهم للكحول شو ما كان مصدر الكحول، حتى لو كان فيها نسبه ريزفيراترول ما لازم تتعدى الكوب بالنهار، او عند الرجال لكوبين، لانه هيدا بيعلي الريسك سرطانات وكثير انواع من السرطان. عم نحكي نحن هون عن سرطان التم، عم نحكي عن سرطان الاسوفاج، المسران. شو قد الكميه يعني تقريبا؟ يعني شخص كل يوم بيتناول فوق الكبيتين من الكحول، عم بحكي رجال او بغض سيدة. النظر نوعهم، بغض النظر حتى نبيد، عم نحكي نحن يونتس يعني. عم نحكي كيس نبيد، عم نحكي اصبع، عم نحكي نسبه الكحول هون، نسبه الكحول اكزاكتومون. هيدا بيعلي الريسك، بيعلي الريسك الاصابه بالسرطان. غير انه وقت اللي بنستهلك الكحول بنكون كمان عم نزيد نسبة الدهون بجسمنا، عم نزيد السمنة. في بعض الأحيان في كتير أشخاص بيزيد وزنهم، بيصير عندهم بدانة، والبدانة هي بحد ذاتها هي فاكتور دو ريسك للسرطان. غير أنه استيتيك ما يمكن الناس ما بت ما, ما, ما بتحب أنه تكون يكون عندها زيادة وزن، ولكن كمان بتعلي الريسك أو الإصابة بالسرطان. بأي حالة لكن التناول كيس مبيد لأنه فيه فوائد، عم نحكي كمان صح الفوائد عندنا بدون ما يأذينا. لازم اكيد ما تكون كل يوم. وانا ما عم بحكي عن الاشخاص المدمنين، عم بحكي عن اشخاص يمكن هيك اوكيجنلي بياخذوا مزبوط، ولكن بطريقه يوميه. يعني كثير مهم انه تكون الكحول مش دائما تتاخذ، وتكون تحت هالكونسوماسيون اللي هي عند السيدات كوب بالنهار او عند الرجال كوب. ولكن هيدي الماده ضد التاكسد موجوده بس بالبيض؟ فوالا، الريزفيراترول منه بس موجوده بالبيض. الريزفيراترول كمان موجودة بالكاكاو، موجودة كمان بالعنب. يعني نحن وقت اللي بناكل عنب بناكل خاصة العنب إن كان أبيض أو أحمر، هو الريزفيراترول موجود بالقشرة. وقت اللي بناكل عنب، وقت اللي حتى إذا عملنا عصير عنب، هلا بكرة صيفية جاية في موسم عنب، دونك هالأنواع من الفواكه فيها نسبة عالية من الريزفيراترول. الريد بيريز هلا كمان في فريز، بلشت الفواكه الحمراء الصغيرة كمان فيها نسبة ريزفيراترول. التفاح بيحتوي كمان. سو خلينا ما نركز على مصدر واحد، مصدر اللي واحد وخاصة اللي هو النبيد الأحمر، لأنه كتير عنده يمكن نعمل له دعاية زيادة إيجابية. هلأ صحيح مفيد، ولكن خلينا ما نركز بس على هالشي، لأنه في كمان هالالكول اللي ممكن انه اكزاكتومون انه ياثر علينا. شغله تانية كمان تينا، وقت اللي بنحكي عن السرطان بنحكي عن التاكسد، انه ما لازم نخلي خلايانا تتاكسد، ولازم ناخذ كميه مواد مضاده للتاكسد. بنلتجي هون للمكملات الغذائيه. وانا عم بحكي هون عن الفيتامينات، عم بحكي عن الفيتامين سي، عم بحكي عن الفيتامين ا، فيتامين او والزنك، السيلينيوم. هول انواع من المواد مضاده للتاكسد بتساعد صحيح، ولكن وقت اللي بناخذها بكثره، ومثلا بكثره وبمده طويله، ومده طويله بتصير تشتغل ضدنا. بعطيك مثل الفيتامين سي. الفيتامين سي هو من ابسط انواع الفيتامينات، اكثر واحد اكثر واحد بنستهلكه، والمكملات الغذائيه بيحتوي على 500 و1000 ملي جرام من الفيتامين سي بالكومبليمي الواحد. اذا كثرنا من الفيتامين سي، نحن جسمنا منه بحاجه لاكثر من 100 ملي جرام يوميا اذا كنا عم ندخن مزبوط، تنقدر نامن لجسمنا هالدفاع ضد الاكسده. وقت اللي بنتعدى هالكميه هي كل يوم كل يوم، هالفيتامين سي بتصير برو اوكسيدانت، يعني بتصير بالعكس، بدل ما بتصير بتاكسد زياده، بدل ما تصير تكون هي عم بتحمينا بطريقه ما. مش بس الفيتامين سي، في كمان الفيتامين ا وكثير انواع ثانيه. لكن ليه بنلاقي بالسوق اقراص بتوصل للالف؟ هلا الالف نحن منا بحاجه للالف. الزياده اللي نحن بناخده بيظهر من جسمنا
ووقت اللي بيتعدى تو ماكسيمال بيصير كل الوقت كمية عالية موجودة بالدم بيصير برو أكسيدان. هلأ ليش؟ يمكن بركي بينباع أحسن. هلأ وقت اللي منيخده لفترة قصيرة ما في مشكلة، ولكن وقت اللي منيخده لشهور وما منوقف ممكن هيدا يأثر في أشخاص سلباً على أكل، خاصة على الفيتامين سي، إنه هيدا فيتامين أمين ودائما بيساعدنا. صح صح، فمنخده على كل شتوية أيامات حتى لحديت. مزبوط، لحديت الشهر أو شهرين مش مشكلة، ولكن ما تكون الشغلة دايما موجودة، لأنه في بعض الأشخاص عندها استعداد أكثر من غيرها أنه تكون سنسيبل أو حساسة لهالمشكلة هاي. مشان هيك تينا لازم وقت اللي بدنا ناخد فيتامينات، وقت اللي بدنا ناخد مواد مضادة للتأكسد، أفضل دايما أنه نلتجئ للمأكولات. وقت اللي بدنا نأمن لجسمنا هل أنتي أوكسيدنس بطريقة صحيحة، لازم أكيد نلتجئ للخضرة والفواكه، لأنه هي مش بس تعطينا فيتامينات ولكن كمان فيها غير فوائد بتساعد لهالفيتامينات أنه نستفيد منهم أكتر، وتناولهم على مدة طويلة كمان. exactly. وتناولهم حتى لو يمكن زدنا بعض الأحيان ما بتضر قد ما المكملات، لأنه كونسنتري بيكون. هلأ في بعض الأشخاص بحاجة أنه ياخدوا مكملات حسب الحالة أكيد، أكيد. ولكن ما تكون الشغلة سيستيماتيك، يعني نقول خلص بدنا ناخد فيتامين سي خلينا ناخد على صحة السليمة. مشان هيك المأكولات وقت اللي بنحكي عن الخضرة والفواكه قد ايه لازم ناخد، عادة بين الخمسة والسبع حصص يوميا من الخضرة والفاكهة، يعني يمكن إذا أخذنا مزبوط إذا أخذنا ثلاث حصص فواكه وأربع أو خمس حصص من الخضرة بنكون عم نأمن لجسمنا هالمأكولات هالفيتامينات هيدي أو المواد المضادة للتأكسد. وهون حتى وقت اللي بنحكي عن الخضرة والفواكه يمكن المصنعة نخفف قدر المستطاع استهلاك المأكولات المصنعة الخضرة والفواكه، لأنه بتعطينا ملح والملح هو فاكتور دو ريسك، والفوائد بتكون قلت. الفوائد مش بكل شيء، يعني الخضرة المجلدة أوقات فيتاميناتها بيضلوا فيها أحسن يمكن من خضرة موجودة صار لها 3 أيام عند الخضرة. سو خلينا نعمل هالإكيليبر هيدا بأكلنا، وننتبه على وزننا، لأنه الوزن هو من أهم الأشياء اللي لازم ننتبه لها، مش بس للشكل للصحة، لأنه البدانة وزيادة الوزن هي من أهم الفاكتور دو ريسك للإصابة بالسرطان. وأكيد ما الأكل دايما سيف بيساعدنا بدون ما يأذينا، وحتى لو من وين ما كان مصدره. Exactly. Thank you ناتالي، بون ويكند لإلك. رح ناخذ وقفة مشاهدينا ومنكفي من بعدها.